احنا رايحين لخطب ولا رايحين للعرس؟ لا والله يا اخي تقول طباشير كله الابيض طجمي عاد هذا معنى قمنو تقول كوع رايح المطار انت ولا عندك دوري؟ عندي دوري عندي كل شيء رايح بدر شعرانه اذا وجه نري المطار يمشي احتندي الحين ورا ما يقول تزالي كامل انت ربطتي بس 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 خلاص خلاص اللون ابد تقب هام ابد بيبي ورث هالشنطه ها هذه الله يستر عليك لا تنسى تحكي الهندي ما يدرون انك سوي السلامة بنغلاديش في قلوبنا بنغلاديش في قلوبنا راح افرشنا راح خيوط سروالك دخلها هذه ما شاء الله وش مزينة زينان ما شاء الله الله يعينك هذا من دوبك ما شاء الله تقدر تدرس وطنية هاي منين طلعتها انت درس وطنية والله حلوة اجازتي والله قعدت اضحك ضحك ابسل انت بالله سؤال بالله عن سؤال طال عمرك نعم هل يقولون القرد بعين أمه غزال هي صحيحة أكيد أكيد صحيح كل شيء بعين أمه غزال والله هي والله شلون يعني له أقشر وماله لكنه له أقشر وماله وخبل لا بعيونه ما صار ما عنده ملك أبد خبل هذه بس توظف ما من وظيفة ما من شيء يرزق الله سبحانه وتعالى الحمد لله الرزق على الله على الله نعمه نعم إن شاء الله خلي الوظيفة على جنب الحين قال لنا شلوني بعيونك شلونك هولت من الهم عاد ان مثل ما قالوا القرد بعين امه غزال سيكين مويهن لا وظيفة لا شغلة لا مشغلة من عقدة البيت اقول ما والله ما ادري شلونك يا ولي سيكين توظف من عقدة البيت هو قول لا عرس ولا وظيفة ولا بس الله يزينه بس ايوه كل جانب الثاني الله يعين الله يقعد تضحك